Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia untuk soalan pertama. Surah Al-Baqarah ayat 208, juzuk yang kedua muka surat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن زللتم من بعد ما هم البينات من بعد ما جاءتكم البينات فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا في للذين الحياة الدنيا, زين للذين كفروا الحياة الدنيا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب حسبك سؤالان يا سورة الأنفال ايه 67 جزء 10 muka surat 185 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لنبي ان يكون له أسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما افقتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن الأسرى حتى يسخن في الأرض. قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليه حكيم حسبك السؤال yang ketiga surah An-Nahl ayat 70 juzuk yang ke-14 muka surat 274 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله خلقكم ثم يتوفاكم "ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير". سامبونكم توسكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. {والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا بعدي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء} أفبنعمة اللَّهِ يجحدون وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ال وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةَ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من لله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون فلا تطلبوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون حسبك Soalan yang keempat Suratul Mukminun ayat 51 juzuk yang ke-18 muka surat 345 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhal rusulu kulu minat wa'malu wa salihan اني بما تعملون عليم سموكه من التسكن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان هذه أمتكم أمة واحدة وإليه ترجعون وأنا ربكم فاتقون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وإليه فاتقون وأنا ربكم وأنا ربكم فاتقون وأن هذه وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين يؤ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ